إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أدم الصلاة على النبي محمد، أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. سادتي وموالي، يا أهل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. مولاي وحبيب قلبي ونور عيني، يا أبا عبد الله، إن الحسين لمصباح الهدى أبدا، إن الحسين لمصباح الهدى أبدا، وكوكب المجد للأجيال في العصر، سفينة لنجاة الخلق نحو هدى، فمن بها يتمسك ينجو من خطر. وإنه من رسول الله نبعته، منه الرسول بقى في الأمن من ضرري، وسيد لشباب الخلد قاطبة، وشافع الذنب للعاصي من البشر. هو الإمام الذي فاز الأولى قدموا إليه في طاعة بالسمع والبصار، ومن أبى فجحيم النار مسكنه، يا ويله بين أطباق من السقر. سيدي ونور عيني وحبيب قلبي، يا سيد الشهداء، يا سيد الشهداء، يا من حبه فرض وطاعته إطاعة جدي، وابن الإمام المرتضى عالم الهدى، سر الإله مبين منهج حمده، وأخ الزكي المجتبى الحسن الذي نور الهدى من نور و
مرة سعده. ضماني 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 كهف جودك يا ابو اليمة تعيش. ضماني ضماني كهف جودك يا ابو اليمة. ضماني ضماني ارضعت حبك ولا احسن. ضماني ضماني دنيا وآخرة انت. ضماني ضماني شفيع وغايتي يا ابن الزكية. وردي 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 الليلة بمولدك هالفاح. وردي وردي وصبح كوثرك يا حسين. وردي 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 جسمي ما تمس النار. وردي وردي تطفي بمحبتك نار السرية. علينا 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 ليالي عيادنا عادت. الحمد لله الذي بلغنا وإياكم هذا الشهر الفضيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان ونحن في صحة وعافية. علينا 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 ليالي عيادنا عادت. علينا علينا وعلى الغير بمبادئنا. علينا علينا بشهر شعبان وافراحه. علينا علينا نهني المصطفى سيد البرية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن للحسين صلوات الله وسلامه عليه في بواطن المؤمنين معرفة مكتوم. صدق سيدنا ومولانا رسول الله محمد. ثانية وثالثة يرحمكم الله. بمحمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد إنه على كل شيء قدير. نبارك لكم أيها الأحبة هذه المناسبة السعيدة على قلوبنا بل على قلب كل مؤمن ومؤمنة. إنها ذكرى ولادة أبي الأحرار سيد الشهداء أبي الضيم الإمام الذي بدمه انتصر السيف أو انتصر الدم على السيف وانتصر الحق على الباطل، وبنهضته المباركة كتب الخلود والبقاء والاستمرار للدين المحمدي الشريف، حتى قال أحد أكابر علمائنا وفقهائنا قال: إن الإسلام
محمدي الوجود حسيني البقاء، فما بقي الإسلام إلا بجهود أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. استانس فرحان، استاهل. صل على محمد وآل محمد. ونسأل الله سبحانه وتعالى بهذه المناسبات التي نحن نعيش في أجوائها، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يمن بالشفاء على مرضانا وأن يفك أسراءنا ويرد غرباءنا ويقضي حوائجنا، إنه على كل شيء قدير. نال مولانا أبو عبد الله الحسين على مساحة كبيرة وشاسعة من الذكر على لسان جده رسول الله صلى الله عليه وآله، فالأحاديث التي أشاد النبي صلى الله عليه وآله من خلالها بحق سبطه الحسين كثيرة جدا، وتعد بالعشرات إن لم تكن بالمئات عليكم السلام. وكل ذلك إنما هو من باب بيان موقعية هذا السبط، أولا عند الله جل وعلا، وثانيا في الإسلام، وثالثا في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، فله مكانة وعظمة وجاه وقدسية عند الله سبحانه وتعالى. ويكفي أن اسمه مكتوب على ساق العرش، يقول صلى الله عليه وآله: لما عرج بي إلى السماء رأيت مكتوبا على ساق العرش إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. ويقول صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. حسين سبط من الأسباط، وهكذا. وكل هذا من بيان أو من باب بيان موقعية مولانا أبي عبد الله الحسين عند الله وعند نبيه وفي الإسلام ودوره في الإسلام. واحدة من الأحاديث أو واحد من الأحاديث، الحديث الذي بدأت به، يقول صلى الله عليه وآله، والحديث في بحار الأنوار، يقول صلى الله عليه وآله: إن للحسين عليه السلام في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. انطلاقا من هذا الحديث نريد أيها الأحبة أن نسلط الضوء على بعض الوقفات المرتبطة بهذا الحديث. أول وقفة عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله: إن للحسين في بواطن المؤمنين. ما المقصود بالمؤمنين هنا؟ من هم المؤمنون المقصودون في هذه الرواية؟ طبعا لفظ الإيمان يطلق أيها الأحبة على مقاصد مختلفة، لكن لعل أبرز ما يفسر به لفظ المؤمنين يطلق على ثلاثة أصناف. خلنا نشوف هالأصناف الثلاثة. صنف الأول: وهم المؤمنون بالمعنى العام، كل من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وتشهد الشهادتين فإنه يكون مؤمنا، بس هذا معنى عام، يعني هذا يشمل كل إنسان تشهد الشهادتين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقد حرم ماله ونفسه وعرضه. خلاص هذا صار مؤمن. ومرة من المرات أحد صحابة النبي صلى الله عليه وآله في معركة من المعارك أجهز على أحد الخصوم، في حين أن هذا الخاصم تشهد الشهادتين، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أنه لم يرعوي إليه وضرب عنقه وأرداه صريعا قتيلا. لما وضعت الحرب أوزارها، هذا نفس القاتل وهو من المسلمين أخبر النبي صلى الله عليه وآله بالحادثة، قال: يا رسول الله، والله صار موقف في هذه المعركة،
أن رجل من الخصم من المشركين تشهد الشهادتين لكني ضربت عنقه، شو تقول أنت يا رسول الله؟ التفت إليه النبي قال زين ليش ضربت عنقه؟ قال يا رسول الله والله ما تشهد الشهادتين إلا لما رأى بريق السيف، شاف السيف يلمع في الهواء خاف على نفسه فتشهد الشهادتين، بس مو عن اطمئنان ولا عن عقيدة ولا عن اقتناع. التفت إليه النبي صلى الله عليه وآله قال أفلا شققت عن قلبه؟ انت شقيت قلبه وشفته صادق لو مو صادق، قالها باقتناع لو مو باقتناع، أفلا شققت عن قلبه؟ قال له يا رسول الله الموقف أمامي واضح، هو ما أقدم على الشهادتين إلا من أجل أن يبتعد عنه السيف. التفت إليه رسول الله قال وما تصنع بقوله أشهد أن لا إله إلا الله يوم القيامة؟ هذا راح يوقفك وحاسبك لأنه تشهد الشهادتين. إذن الإيمان بالله جل وعلا ولفظ المؤمنين المعنى العام هو كل من تشهد الشهادتين وكل من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وآله، حتى أنه قال بعض علمائنا حتى لو لم يكن ملتزما بالفرائض يبقى أنه في دائرة الإسلام لكنه يعد عاصي، بس ما نقدر نطلع من دائرة الإسلام ونقول كافر. هذا المعنى العام إلى لفظ المؤمنين. هناك معنى ثاني من معاني المؤمنين وهو المعنى الخاص، وهذا المعنى الخاص وين نحصله أيها الأحبة؟ نحصله في الرسائل العملية بالتحديد. رسائل العملية إذا يمر عليك في بعض المسائل مثلا من شروط صحة إمامة الجماعة أن يكون إمام الجماعة مؤمنا، يقصدون يعني هذا المؤمن الذي يؤمن بالله ورسوله؟ لا. أو مثلا في ثبوت الهلال لابد أن يكون شاهدان عدلان مؤمنان، مؤمنان يعني هذا المعنى أنه يؤمن بالله ورسوله. أو مثلا في المرجعية حتى يكون هذا الإنسان مجتهد مرجع لابد أن يكون مؤمن، زين مؤمن يعني يؤمن بالله ورسوله فقط؟ قالوا لا، المعنى الفقهي للإيمان مو هذا. عجل، قالوا المؤمن اصطلاح يطلق على الإمام الاثني عشر، اللي يؤمن باثني عشر إمام هو هذا المؤمن فقها، يعني صار بعد معنى بعد هناك معنى خاص، هناك مؤمن بالمعنى العام وهناك مؤمن بالمعنى الخاص. من هذا المؤمن بالمعنى الخاص؟ ذاك الذي هو إمامي اثنا عشري، ويؤكد فقهاؤنا على أن يكون اثنا عشري. ليش اثنا عشر؟ يعني في شيعي مو اثنا عشر؟ اي نعم في شيعة مو اثنا عشرية. هناك فرق نسبت الى التشيع، وان كنا نحن الشيعة الاثنا عشرية لا نقول بانهم امامية لانهم انكروا جزءا من الائمة او نسبوا اشخاص الى الامامة وهم ليسوا من الائمة، مثل الاسماعيلية اللي قالوا بامامة اسماعيل ابن الامام الصادق سلام الله عليه، مثل الكيسانية الذين قالوا بإمامة محمد ابن الحنفية بعد الإمام الحسين، مثل الواقفة الذين وقفوا عند إمامة الإمام الكاظم ولم يعتقدوا بإمامة الإمام الرضا، هذين كلهم محسوبين على الشيعة لكنهم مو اثنا عشرية. لا، المؤمن بالمعنى الخاص هو الإمام الاثنا عشري الذي يعتقد بإمامة اثني عشر إمام، أولهم أمير المؤمنين وآخرهم صاحب هذه الليلة وهي ليلة الجمعة قائم آل محمد. هذا تفسير ثاني ومعنى ثاني للإيمان. بعد في تفسير ثالث وهو مو معنى عام ولا معنى خاص وإنما هو معنى أخص. يعني عندنا بعد يطلق لفظ الإيمان في القرآن على فئة محددة، مو شيعة، لا مو شيعة، بعد أكثر تميز من الشيعة. شيعة دائرة خاصة لكن بعد في دائرة أضيق منها. يمكن تقول في القرآن يطلق لفظ مؤمن أو مؤمنين على أناس بعد غير الشيعة؟ نعم غير الشيعة. من هم إذن؟ أئمة الشيعة، يعني أئمتنا سلام الله عليهم يطلق عليهم لفظ مؤمنين في القرآن الكريم، وهم مقصودون بهذا اللفظ
خاصة بل على نحو الأخص. وكثير من الآيات ترى في هذا المعنى، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. بعد والمؤمنون، زين هنا المؤمنون من المقصود؟ يعني سائر المؤمنين؟ لا. زين المعنى الخاص يعني الشيعة؟ لا. عجل من هم؟ قالوا المؤمنون هم الأئمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، باعتبار أن أعمالنا تعرض عليهم والأعمال يرونها. وعدنا روايات بالعشرات يتأكد على أن أعمال الخلائق تعرض على الأئمة في عشية كل خميس، يعني مثل هالليلة هذه ليلة الجمعة تعرض أعمالنا على من؟ على أئمتنا. زين هالأئمة منه اللي عبر عنهم القرآن بالمؤمنين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن طلع بعد هناك مؤمنون بمعنى أخص، وهم الأئمة سلام الله عليهم. هذا ثلاثة أنواع أو ثلاث درجات، ثلاث طبقات لمعنى المؤمنين. ارجع إلى الحديث الذي بدأت به مرة أولى أو في المرة الأولى، يقول النبي صلى الله عليه وآله: إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. زين بواطن المؤمنين أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة؟ هل الذين آمنوا بشكل عام أو لا؟ المؤمنين يعني الشيعة أو لا؟ المقصود بالذين أو بالمؤمنين هم تلك الفئة التي جاء ذكرها في القرآن بمعنى أخص، وهم الأئمة. طبعا أنت إذا أسقط معرفة الحسين سلام الله عليه من المقصود بها من المؤمنين، لابد تعرف أولا درجات معرفة الإمام، معرفة الإمام الحسين. لأن النبي شو يقول؟ يقول: إن للحسين في قلوب المؤمنين معرفة مكتومة. هناك معرفة، لكن هاي المعرفة صفتها أنها مكتومة، يعني مخبأة. الذين آمنوا بالمعنى العام يعرفون الإمام الحسين، والذين آمنوا بالمعنى الخاص وهم الشيعة عليكم السلام يعرفون الإمام الحسين، والذين آمنوا بالمعنى الأخص وهم الأئمة أيضا يعرفون الإمام الحسين سلام الله عليه، بس أنواع المعرفة مختلفة. وهذه النقطة أو الوقفة الثانية في الحديث، عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله معرفة مكتومة، كأنما يريد رسول الله أن يقول بأن صبطي الحسين له معرفة والناس يعرفونه، بس هذه المعرفة متفاوتة من فرد إلى آخر. فهناك من يعرف الحسين معرفة سطحية، وهذا لين الذين آمنوا وغير الذين آمنوا يعرفون الحسين معرفة سطحية، بل حتى المخالفين لأهل البيت وأعداء أهل البيت يعرفون الحسين معرفة سطحية. تقول لمن الحسين؟ يقول لك الحسين هو ابن علي ابن أبي طالب، أمه فاطمة، أخوه وشقيقه الإمام الحسن، أخته زينب، ولد في السنة الرابعة من هجرة النبي في الثالث من شعبان، عاش 57 سنة، مات في أرض يقال لها كربلاء، مقتول، بقي 3 أيام على واهجة الرمضة، وفي اليوم الثالث تم دفنه بثيابه التي بقيت عليه لأنه سلب، وأما رأسه فأخذ من بلد إلى بلد. يعني حتى المخالف لأهل البيت يعرف هاي المعلومات. وعدنا أناس ألفوا كتب في الحسين سلام الله عليه وهم مخالفين. أحسنت، مخالفون لأهل البيت ومع ذلك ألفوا. عدنا كتاب اسمه رأس الحسين، منهم ألفنا ابن تيمية صاحب المنهاج منهاج السنة، ألف كتاب اسمه رأس الحسين. ابن قتيبة ألف كتاب عن الحسين سلام الله عليه، صاحب الطبقات عنده كتاب خاص عن الحسين، سيرة الحسين. ابن عساكر عنده تفسير، عنده ترجمة إلى الحسين سلام الله عليه. يعني كل الذين آمنوا بالله وبرسوله، بل حتى الذين لم يكونوا من المسلمين عندهم معرفة بالحسين، لكن النبي صلى الله عليه وآله قال معرفة مكتومة، مو أي معرفة، هاي معرفة سطحية.
معرفة خاصة، معرفة مقامية للحسين. إذن من هؤلاء؟ يجي التفسير الثاني لهذه المعرفة المكتومة، وهي المعرفة التي قائمة على أساس الحقيقة وليست على أساس السطحية، وهذه ما تتواجد إلا عند الأئمة سلام الله عليهم. يعني حقيقة الحسين، مقام الحسين، جاه الحسين عند الله سبحانه وتعالى، لا يعرف هذه الحقائق عن أبي عبد الله الحسين إلا من عصم الله، وهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لكن لم يحصروها عندهم، وإنما أعطوها شيعتهم، أعطوها محبي أبي عبد الله الحسين، أعطوها الموالين، أعطوا بعض هذه المعرفة إلى الشيعة والموالين، صارت عندي وعندك من روايات عن أهل البيت شيئا من هذه المعرفة المكتومة. يعني هذه عند المعنى الأخص للذين آمنوا وهم الأئمة، لكن أودعوها في قلوب الشيعة والموالين. ولذلك شوف هالروايات العظيمة التي تتحدث عن فضيلة أبي عبد الله الحسين اللي موجودة عندنا عن طريق أهل البيت تعطينا شيء من هذه المعرفة. أنت شو تقول فيما يقوله الإمام الصادق سلام الله عليه وهو يزور الحسين؟ يقول: وأشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش. هذا واحدة من المعارف المكتومة. السجود على تربة الحسين يخرق الحجب السابع، هذا أيضا من المعرفة المكتومة. عندما تسمع أن للحسين ملائكة يحوطون حول قبته يسموا الملائكة الكروبيين، يحصوا ثواب زوار الحسين، هذا من المعرفة المكتومة. هذه الروايات التي كانت عند أئمتنا وقد أعطوها شيعتهم ومواليهم، وهذا ما كان يقصده رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: إن للحسين عليه السلام في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بأبي عبد الله الحسين، وأن لا يحرمنا هذه المناسبات ونحن في حال أفضل من هذا الحال، وأن يرزقنا وإياكم شفاعة الحسين يوم الورود، إنه على كل شيء قدير، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن على النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لما أراد الله تعالى أن يهب لفاطمة الزهراء الحسين عليه السلام، وكان مولده في شعبان في ثالث ليلة منه، لما وقعت في طلقها أوحى الله تعالى إلى لعيا وهي حوراء من حور الجنة أن احضري ولادتها وكوني قابلة للحسين كرامة وتفضيلا لسبط النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأوحى الله إلى رضوان خازن الجنان أن زخرف الجنان وزينها، وإلى مالك خازن النيران أن اخمد النيران على أهلها، وإلى الحور العين أن يتزين ويتزاور كرامة لسبط النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأوحى الله إلى الملائكة أن قوموا صفوفا بالتسبيح والتقديس والثناء على الله، وأوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يهبطوا إلى الأرض في قبيل من الملائكة، كل ذلك فرحا وسرورا لمقدم أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولما هبطت لعيا على فاطمة
لحق فاطمة الحياء من الأعياء، لم تدري ماذا تفرش لها، فبينما هي كذلك متفكرة إذ هبطت حوراء ومعها درنوك من درانيك الجنة، فبسطته في منزل فاطمة فجلست عليه الأعياء، فبينما هي كذلك وإذا بالأنوار تتساطع في كل جانب ومكان، وإذا بها قد وضعت بالحسين. مولاي لجن 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 انت السند بالشدات، لجن لجن يا من ما يشبهك انسان، لجن لجن عابس بيك ما يلام، لجن لجن أهواك جنون يا روح الزكية. لوجهه يا ابو اليم الجسد صوبك، لوجهه وروحي شمعه بفراحك، لوجهه وقل الحيدر اقبلها، لوجهه حبيب ومولد بهاي المسيا. بشرى سر ميلادي لحسين محبوب الملايين، بشرى سر ميلادي محبوب بعد مرة، بشرى سر ميلا ما يا حسين الملايك فوق باسمك، يا حسين الملايك فوق باسمك تغني ومعجبة من فيض باسمك، خدامك يا ابو الأحرار باسمك وياك وينالون الجزية، ضمه الهادي لصدره وقبل بروح المسرة، وانتشار في الدنيا عطرة، هذا من أزكى عترة، والينا مشهود بفضله، والينا مشهود بفضله،
يا الله نبارك الحدر أبو حسين، يا الله نبارك الحدر أبو حسين، محبوب الملايين بشرى سار رب ميلا، محبوب بعد مرة بشرى سار رب وردنا 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 عطاشة ومن نهر حبك، وردنا وردنا اجينا نزور ابو اليمة، اردنا اردنا نوزع للورد ونحط، وردنا وردنا على قبت ابو النفس أبي غردت روح المعاني وراحت تزف التهاني، إن ولت للزهر ثاني ولينا والينا والينا بأهلا وسهلا، والينا بأهلا وسهلا، والينا بأهلا بشرى للنبي وخير الوصين، بشرى للنبي وخير الوصين، محبوب الملايين بشرى سار ميلا، بعد مرة بشرى يا زاير يا زاير قلدناك الزيارة من توصل لدارة تجيك البشارة، يا زاير يا زاير قلدناك الزيارة من توصل لدارة تجيك البشارة. وطبعا لازم تردون فيها رد قوي، ليش؟ لأن ناظمها حج مكة العريبي، حج مكة العريبي هو ناظمها جزاها الله ألف خير. يا زاير يا زاير قلدناك الزيارة من توصل لدارة جيك البشارة، يا زاير يا زاير قلدناك الزيارة من توصل لدارة جيك البشارة، يا زاير قلدناك الزيارة من توصل لدارة جيك البشارة، يا زاير يا زاير خلدناك من توصل لد جيك البشارة، والنار ما تلامس والضامن الخامس وبصوت الهامس يعطيك القوامس، بالظلام الدامس بالظلام دامس تخشينا أنوارا تخشينا أنوارا، يا زاير يا زاير قلدناك من توصل جيك البشارة، واضح بالروايات مسطور بالحكايات، واضح بالروايات مسطور بالحكايات، واحدة من الزيارات عادل للحجات، سبعين وبزيادات سبعين وبديادات سبعين وبزيادات عن النبي وأخباره عن النبي وأخباره، يا زاير قلدناك جيك البشارة، واضح بالرواية مسطور بالحكاية، واضح بالرواية
مصدر بالحكاية وحدة مو كفاية، خلنا من البداية نزور للنهاية، نزور للنهاية، نزور للنهاية، نزور للنهاية، وما نختلي من داره، وما نختلي من داره. يا زاير توصل داره جيك البشارة، من توصل داره جيك البشارة. بعد هذه دقيقتين، بعد دقيقتين إن شاء الله، وهذه بعد أنا هذه القصيدة أو هذه الجلوة سجلتها كتابة من شريط صدر إذا تذكرونه قديم إلى ملا عبد النبي الله يحفظه. كتبوني كتبوني، أكيد الكل سامعينها، كتبوني كتبوني يا سادة كتبوني، بازور للحسين هو ناظر عيوني. كتبوني كتبوني يا سادة كتبوني، بزور للحسين هو ناظر عيوني. كتبوني كتبوني يا سادة كتبوني، بزور للحسين هو ناظر عيوني. كتبوني كتبوني يا سادة كتبوني، بزور هو ناظر عيوني. كتبوني يا سادة الشيعة معتادة، كتبوني يا سادة الشيعة معتادة، متولع فادي بس لاف مأموني. كتبوني كتبوني يا سادة بزور لا هو ناظر عيوني، بزور للعباس راعي الوفا والباس، بزور للعباس راعي الوفا والباس، بلزم الشباك ويا اللي يحبوني. كتبوني كتبوني يا سادة كتبوني، بزور لا هو ناظر بزور للأكبر راعي الفخر والدر، بزور للأكبر راعي الفخر والدر، بدخل إلى الحضراء ويا اللي يحبوني. كتبوني بزور لا ناظر عيوني. أفضل الصلاة محمد وعلي محمد، علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، زين العابدين، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسى الكاظم، علي بن موسى الرضا، محمد الجواد، علي الهادي، الحسن العسكري، صاحب العصر والزمان،